السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعان، موضوع خاص الذي نحن بصدده. أكو حديث عن رسول الله قاله للإمام أمير المؤمنين يوم أرسله إلى اليمن. أهل اليمن كانوا كفار، كانوا مجوس، كانوا أهل اليمن أكثرهم كانوا مجوس. الرسول أرسل عليا إلى اليمن ليهديهم إلى الحق، فقال الرسول لعلي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. الشمس على شنو تشرق؟ على البحار، على البساتين، على الغابات، على البيوت، على الثروات، كل شيء في الدائرة الأرضية. الشمس تشرق على كل هذه الأمور. لو أن عليا يهدي إنسانا واحدا خير له عند الله مما أشرقت عليه الشمس. خير لا يعني شنو؟ يعني الله يعطي هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي للذين يهدون الناس أكثر من كل شيء في الأرض، مو بس في الأرض، ما أشرقت عليه الشمس. لأن الشمس ما تشرق على أرضنا وحدها، وإنما تشرق على الكواكب الأخرى أيضا. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. هؤلاء يهتمون بالكتب، هذا كلش خوش منه. وأنا أشوف في كتبهم كاتب على الروح فلان أو على الروح فلانة، أنتم شوفون قطعا هذا من ثلثه أو خيرات إلى طبع الكتب والنشر. نحن نحتاج لشيء ثاني، وهو بالصدد كلام، وهو أنه الغربيون هذول في الحقيقة كثير منهم طيبون وما عندهم تعصب. والدليل على أنه ما عندهم تعصب نشاهد أن هؤلاء جاءوا إلى الشرق وأخذوا من الشرق دين المسيح. مسيح هو شرق كما هو المشهور من بيت لحم المسيح عليه الصلاة والسلام، بيت لحم في الشرق يعني في فلسطين. أخذوا دين المسيح الشرقي ودوا دين المسيح إلى بلادهم. هذا هو على المشهور عند المسيحيين، مسيح شرق. لكن في أحاديثنا إن شاء الله تعالى صدام يروح، تروحون إلى كربلاء، محل ولادة المسيح في كربلاء في حرم الحسين. ويمكن تذكرون في المكان كان كنخلة، يقولون هذا مكان ولادة المسيح، تذكرون هذا. فالمسيح على كل حال إما في بيت اللحم وإما في حرم الحسين. فالظاهر أنه في حرم الحسين أقرب، لأنه في بيت اللحم ما كنا خير. الله في القرآن يقول: وهزي إليك بجذع النخلة. نخلة ما كنا أصلا، لا في فلسطين، لا في الأردن، لا في لبنان، لا في سوريا، ما كنا نخلة، وإنما النخل في العراق. وعلى كل حال الغربيون جاءوا وأخذوا دين المسيح وذهبوا بدين المسيح إلى بلادهم. الآن هم مسيحيون كما تعلمون على الأغلب. فنحن لو اهتممنا أن نعرف الغربيين دين رسول الإسلام، مع العلم أن دين المسيح دين خولة
يعني خلقوه بأشياء زائدة وناقصة، بينما دين النبي الإسلام القرآن باقي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دينه كامل. هذا يحتاج إلى أنه نحن الإخوان اللي في الكويت يهتمون طبع الكتب الإسلامية، القرآن الكريم، نهج البلاغة، صحيف السجادية، الكتب الإسلامية الأخرى يطبعوا بلغاتهم، يعني بلغات الغربية، يعني لغة إنجليزية، لغة فرنسية، لغة ألمانية، لغة نرويجية، لغة دنماركية، لغة سعودية، بهذه اللغات نطبعها بهذه اللغات ونرسلها إلى بلادهم. كثير منهم يسلمون، كثير منهم يسلمون. أكو فرد واحد واتيكان اسمه الباب، باب واتيكان، يقين شايفيه بالتلفزيون. هذا الرجل قبل مدة أمر بأن يطبع إنجيل المسيح بلغات إفريقية وينشر في إفريقيا، فطبعوا إنجيل بألف لغة، يعني ألف لغة إفريقية فقط، وأرسلوا إلى لغاتهم. لهذا كثير منهم ليصيرون مسيحيين، بينما هم قبل المسيحية كانوا وثنيين يعبدون الصنم. إحنا ما سوينا هذا الشيء بالنسبة إلى القرآن وبالنسبة إلى دين المسلمين. إن شاء الله لازم اهتمام زايد من الأصدقاء الإخوان والأخوات، لأن أخواتهم لهم حظ في هذا الشيء. إن شاء الله تروحون مشهد، في مشهد أكو فرد مسجد يسمى مسجد جوهرشاد. جوهرشاد فرد مرأة ثرية طيبة، زوجها أكثر منها ذراعا، لكن هذه المرأة طيبة صنعت هذا المسجد قبل كم سنة؟ قبل 600 سنة. و600 سنة هذا المسجد باسمها جوهرشاد. جوهرشاد اسم إيراني للنساء، مرأة، رجل ما يسموه جوهرشاد، مرأة هي. فلازم الرجال أو النساء إن شاء الله تعالى يعملون هذا الشيء بأن يطبعوا الكتب الإسلامية باللغات الغربية ويرسلوا الكتب إلى تلك البلاد، وإذا صار واحد منهم مسلم أو اهتدى أو عن انحرافاته استقام، هذا كل ثوابه لهذا الإنسان اللي صنع هذا الصنيع، ويكون مصداقا لقول الرسول: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. الكتاب له تأثير كبير. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم لم يكن في مكة إلا 10 أفراد فقط يعرفون القراءة والكتابة، 10 فقط. الرسول في ذلك اليوم يقول: إذا مات ابن آدم وخلف ولدا صالحا أو صدقة جارية أو كتب علم ينتفع بها، في ذلك اليوم يقول الرسول، مو هذا اليوم اللي مكاتب وكتب بكثرة، في ذلك اليوم أصلا كتب ما كانت، مكتوات ما كانت، مطبع ما كانت، ورق ما كانت، كل شيء ما كان أبدا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، في حديث آخر انقطع عمله إلا عن 3: ولد صالح يدعو له، كتب علم تنتفع بها، وصدقة جارية كمسجد، مدرسة حسينية، مكتبة، الأشياء المعروفة. اهتموا لهذا الشيء إن شاء الله اهتماما بطبع الكتب باللغات الأجنبية ونشرها في بلادهم. إذا نشرنا الكتب في بلادهم، لأن الغربيين غالبا يظنون أن المسلمين حكمهم حكم صدام، يشوفون صدام كأنه مثال للإسلام للمسلمين، وهذا مو صحيح واقع، يعني ما يعرفون الإسلام شنو، فيتصورون أن صدام أو ما أشبه هم المسلمون الحقيقيون، ولهذا هم ضد المسلمين. بينما نحن إذا طبعنا الكتب ونشرناها بلغتهم في تلك البلاد يؤثر تأثيرا جدا كبيرا في التغيير
هذا المطلب الخاص. إن شاء الله ما ينسون الإخوان هيئات همتكم لطبع الكتب ونشرها، يهتمون لطبع الكتب ونشرها في تلك البلاد بتلك اللغات، سواء إنسان وصى أو إنسان اعتمال أو أنه من ثلثه يجعلون أو وقف عام من وقف العام يجعلون هذا الشيء، حتى الكتب الإسلامية الشيعية تنتشر في تلك البلاد بإذن الله تعالى. هذا المطلب الخاص. أما المطلب العام هذا شيء كلكم تعلمون، على الإنسان أن يهتم بخمسة أمور. الأول التقوى، يعني دائما متقي، دائما يخاف الله، دائما يخاف الله في ليله في نهاره، بأذنه في لسانه بعينه بيده برجله، دائما يخاف الله. هذا الأول، هذا يسمى التقوى. الله في القرآن الحكيم حدد الصلاة كم، الصوم كم، الحج كم، الخمس كم، الزكاة كم، لكن التقوى الله ما حدد، قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بحسب استطاعتكم، لأن التقوى من الصبح إلى الليل، ومو يوم مو يومين، 50 سنة 70 سنة 80 سنة، بمقدار عمر الإنسان كله لازم تقوى. الشيء الثاني حسن الأخلاق، إنسان دائما حسن الأخلاق دائما. أكو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حسن الأخلاق حسن الأخلاق يدخل الجنة، وإن سيئ الأخلاق يدخل النار والعياذ بالله. وسرها واضح، لأن جنة مكان الطيبين، نار مكان الأشقياء. في النار هذا يصب هذا، هذا يصبع هذا، كل إهانة وأذية بعضهم لبعض. الله سيء الأخلاق أخيرا يذهب به إلى النار. ورسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث له، يعني مضمون الحديث، أن الحسن الأخلاق الله ييسر له الكون، يعني ييسر له أكله شربه مرضه صحته سفره لباسه، كل ييسر له، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا التقوى، الثاني حسن الخلق، الثالث خدمة الناس، دائما خدمة الناس، يعني لازم كل واحد من الرجال وكل واحد من النساء عنده هيئة وعنده هيئة، هذه الهيئة لخدمة الناس. الهيئة لماذا هيئة؟ لأن الرسول يقول يد الله مع الجماعة، يعني إذا كنتم جماعة يد الله معكم، قدرة الله معكم، هذا واضح. الزولية أنا وحدي أتمكن أشيل، لا هذا الأخ واحد، لا هذا الأخ واحد، لا جماعة سنشيل. يد الله، يد الله يعني قدرة الله، قوة الله، يد الله مع الجماعة. الأول التقوى، الثاني الأخلاق، الثالث خدمة الناس، والهيئة أولى بخدمة الناس، يعني إذا صرنا هيئة أحسن نتمكن نخدم الناس. هذا الثالث. الرابع الإصرار للبنين والبنات، النساء والرجال بتزويج بناتهم وأولادهم. الولد إذا صار مثل عمره مناسب ما أشبه يزوجه. البنت رسول الله زوج فاطمة وعمرها 9 سنوات، لماذا؟ الرسول زوجها ليعلمنا نحن المسلمين. في القرآن الحكيم لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه أمور أربعة، تقوى، الأخلاق، خدمة الناس بالهيئة، الرابع الإصرار بزواج البنين والبنات. الإنسان يصر يقول. الشيء الخامس التيسير في الأمور، يعني أنه إذا أردت أن تزوج بنتك أو ابنك لازم بيسر، سفر بيسر، أكل بيسر، بيت بيسر. أكو آية في القرآن وأكو حديث عن الرسول. الآية في القرآن يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هاي آية. أكو حديث عن رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا،
يعني دائما في كل أموركم بيسر. قسم من الناس أمورهم بصعوبة، ما يحصل صعوبة، وإنما اليسر يسبب تيسير الأمور. هذه الأمور الخمسة: التقوى، الأخلاق، خدمة الناس بهيئة، والرابع تزويج العزاب والعازبات، الخامس تيسير الأمور: أكلاً، شرباً، لباساً، سفراً، حضراً، زواجاً، إلى غير ذلك، أو حتى موتاً. قسم من الناس يصعبون الموت، بمعنى أنه إذا مات ميت لهم يصعبوه في الأكل وكذا وشنو هالأشياء اللي تعرفه. هذا كل مو صحيح. الصحيح في الإسلام اليسر دائماً. جاء إنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قطع النظر عن أنه رسول، في أيامه صار رئيس 9 دول نفس الرسول. أخذ من الكويت، كويت ما كانت ذاك اليوم كويتا، وإنما أراضي وعشائر في هذه الأراضي: الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مسقط، يمن الشمالي، يمن الجنوبي، حجاز، وإلى الأردن. الرسول سيطر على كل هذا في زمان حياته. أخير مكان الذي سيطر عليه الرسول اسمه مكان قريب بسوريا الآن، اسمه أكيدر. الرسول سيطر على الأكيدر أيضا. أرض الرسول كلش كانت واسعة، كلش واسعة. الرسول هالشكل سيطر عنده ورأس عنده، مع قطع النظر عن رسالته من السماء. مع ذلك جاء إنسان للرسول ومعه كمية من التمر، قال يا رسول الله رطب قبل أن يصير تمر، قال يا رسول الله جيب لك تمر. الرسول قال شوفي بيتنا، بيتنا ما كان شيء. قال رسول شوفي بيتي أكو ظرف، جيب خلي التمر في الظرف، يعني رطب في الظرف. هذا راح في بيت الرسول، بيت الرسول كل شيء بسيط. حتى جماعة من المؤرخين كتبوا أن بيت الرسول كان من الجدع، يعني أنه حائط ما كان مثل الحيطان، جدع كان. وبين الجدوع كان فرد شيء يشبه شعر، الشعر الأسود كان، يعني كعباء مثلا هالشكل. هذا إذا دور بيت الرسول شاف كل شيء ماكو في بيت الرسول، لا صينية، لا قدر، لا معون، كل شيء ماكو. قال الرسول ماكو شيء يا رسول الله. الرسول قال لا بأس، فرش عباءته ونظف بعباءته الأرض، وقال صب على هذا المكان، فصبها على الأرض الرطب، يعني حل بساطة غريبة. والرسول قال يسروا ولا تعسروا. إن شاء الله تعالى هالأمور الخمسة راعوها: تقوى، الأخلاق، خدمة الناس بالحياءات، تزويج العزاب والعازبات، والأمر الخامس إذا يهتموا بها، بالإضافة إلى ما قلنا أولا. أولا قلنا أمر خاص بطبع الكتب باللغات الأجنبية ونشرها في بلادهم، حتى يعرفون إسلام حقيقي، إسلام مو إسلام صدام وشبه صدام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وينفقنا جميعا لهذين الأمرين، هم الأمر الخاص هم الأمر العام، من اللي قلنا 5 أمور. وإن شاء الله زيارتكم مقبولة، دعاؤكم مستجاب، تذهبون بسلام وترجعون إلى بلادكم بسلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.